جيت اليوم باش نجوز امتحان بكالوريا الوطني ان شاء الله. كنتمنى ربي ان شاء الله يوفقنا، والحمد لله انا كنت تصابيس العام اللي فات بواحد الحادثه، كنت كنتريض ووقعت لي واحد الحادثه على مستوى العمود الفقري، وتم لي الشلل النصفي، والحمد لله الاطباء قالوا لي مع الترويض ومع ان شاء الله كاينه النتيجه ان شاء الله، والحمد لله وفقني ربي وكملت الجهاوي ديالي، نجحت في الجهاوي ديالي. كانت في ديك الايام الاوائل اللي كنت تضربت فيها استعداد للامتحان، كنت كنعمل مواعيد مع الاصدقاء ديالي اللي قراو معايا هذه 3 سنين، ودابا هذا العام جاو معايا عاود، وكنعمل معاهم مواعيد وكنمشي عندهم، كنتلاقاو في شي مقهى ولا في حاجه كنمشيو نراجعو شويه وكيفهموني وكيشرحوا لي، يعني كيعمروا لي ديك البلاصه ديال ديك الاساسيد. الاسره ديالي الحمد لله متعاونين معايا وواقفين معايا بزاف، اي حاجه كنبغيتها كنعملها، اي حاجه كيمشيو معايا في اي موطا. عواتينا شتي دابا راه جاو معايا هنايا، والاخت ديالي حتى هي جات باش تكتب لي، يعني كاين واحد التعاون اسري، يعني الحمد لله اللي عنده عون الاسره ديالو راه عنده كنز من كنوز الدنيا. خصني ندي هاد البكالوريا باش ما كان ان شاء الله، ونعيس من يحفظ ونراجع مع الدراري ونادي، علاش على هذا الموقف هذا، على هذه اللحظه هذه، باش نعطي ما عندي في هذا الوطن ان شاء الله وننجح. ديالك وبالسيمات ديالك ان شاء الله غادي نوصل احسن ان شاء الله. التلميذ كيعرف واحد المثابره وكيعرف واحد العزيمه قويه ديال المتابعه ديال الدراسه، والحمد لله حصل على المعدل في الجهوي معدل مشرف، معدل 12 فصيله، وحنا كنشجعوا هذا التلاميذ فحال هذا ديال اللي كيعرفوا هذه الاحتياجات الخاصه، والحمد لله هذه رساله لباقي التلاميذ اللي كيعرفوا هذا النوع من هذه الامراض او من هذه الاحتياجات الخاصه، انهم ما يوقفوش على الحد ديالهم عندما يتصابوا بهذه الحالات فحال هذه الحالات هذه.